غمضي بيتك خطتي اني هتقطيها في ستين داهية. انت مش عارفه ان ده حرام وكمان في رمضان؟ حرمت عليكي عشتك انت حرام. في ايه؟ مالك كده مش على بعضك ليه؟ انت مش شفتوش وهو داخل كان ضارب ازاي بوت قد كده شبرين وما كانش طايق ولا واحده فيه؟ راح واخدها من ايديها وداخل على اوضتها رغم ان النهارده مش يومها. اولا من ساعه ما اتجوزنا وهو ما حددش لاي واحده فينا يوم معين، سايبها حسب الكيف كده زي ما بيقول. ثانيا يا اختي وماله؟ ما يمكن يكون في حاجه مهمه عايز يقولها لها. عبيطه انت كده دايما عبيطه. افهمك ازاي؟ افهمك ازاي؟ مش ممكن يعني. يعني ايه؟ يعملها؟ يعمل ايه يا اختي؟ يتجوز ويطلقني؟ ما طبيعي، ما مين هيطلق غيرك يعني؟ باين لا سمح الله اتخضيتي قوي، يعني هي دي عدو ولا هيشتريها؟ لا يا اختي، اصل انا كل ما اسمع السيره دي قلبي بيترعش كده مش عارفه ليه. بقول لك ايه؟ سيبتكي على الله، سيبيني بقى، سيبيني، ما فيش فاضي غيرك. سيبيني سميحه. ايه التاني بقى؟ لا يا اختي حرام، ده ربنا قال ولا تدسس. خلاص خليه يروح يتجوز بقى. لا ما يتجوزش، نتصنف. كل ما اشوفهم احس بقيمتك اكتر واستغرب. اقول ازاي هما يا ربي بالسواد ده وانتي بالحنيه دي؟ سادة الليال، البطن قلابه. ربنا بيهدي النفوس يا حاج. اخواتك يا انهار، اخواتك طمعانين فيا بزياده. مش هياخدوا غير نصيبهم يا اخويا. ما هو نصيبهم اللي هم عايزينه ده مالهمش حق فيه. نصيبهم مش اللي يعزوه، نصيبهم هو اللي يستاهلوه. وبعدين انا عايزه اقول لك ان الكره لما بيعشش في القلب بيعمل عين والعقل، بيخلي الواحد مش عارف هو بيعمل ايه وبيتخبط يمين وشمال. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفرك يا رب واتوب اليك. طب يعني يا نهار، لو جه اليوم اللي خيروكي بينهم وبيني؟ اوعى تكمل، ده اللي بينا اقوى من انه يتقال علشان يتوصف. ده اللي بينا اقوى من الدم اللي رابطني بيهم. ده انا حته منك وانت كل حاجه فيا، حتى لو كنت ركن صغير في بيت شركه مع حد. ياه هو الفجر ده ولا لسه؟ لا يا اخويا خد راحتك، ده فاضل له يجي ساعة ونص كده. طب انا اروح ابص بص على العيال كده بسرعة وارجع. اوعي لا انام. يا ولاد لو قربت مني الواد هيصحى مسروق، انا بقول لك اهو. تتحامي في الواد يا سميحه؟ وانت عايز تمد ايدك عليا من امتى يا فواز؟ واحنا من امتى بنتجسس على بعض؟ يا حبيبي من ساعه ما بقيت غامض وبتخبي علينا. غامض غامض؟ واحد ومراته في اوضه النوم، عايزين احط لك كاميرات عشان تشوفينا. اه يا ربي. لا بتقوعي ليه دلوقتي؟ انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ لا اله الا الله، هو ده الحاج فواز يا ناس؟ اسم الله عليك يا حاج، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك اتغير؟ بعد غيبة 10 ايام تعمل كده؟ بدل ما تيجي تطبطب عليا وتقولي وحشتني يا سميحه، بحبك يا سميحه، اخبارك ايه؟ دي جزاتي؟ جزاتي اني بحبك وبموت فيك وبغير عليك وعايزه اطبطب عليك واعرف مالك؟ نيمي الواد في سريره يا سميحه. مش منيمه يا فواز، خليه يشهد على اللي انت عايز تعمله في امه. يا ولية انا عملت فيكي حاجه؟ اهو بتزعق بتزعق زعق، يلا زعق اسرع للواد عشان يطلع معقد نفسيا زي امه اللي محدش قايل لها كلمه في البيت ده. ما تطلعيش ضربين يا سميح. يا لهوي الواد بيتنفض مني. يا اختي يا اختي يا اختي، ذنبه في لعبتك يا فواز حربي. الله ونعم الوكيل فيك راجل. بتحاسبني عليا؟ روح يا اخويا اتشطر على الوليه اللي عامله نفسها رهبه اللي وزيتني عشان اتصنت عليكو. ماشي يا سميحة، هوريكي وهوريها. فاكراها هتخيل عليا اهو
ده؟ ده الرب خير من اللي اشترى، الرب خير من اللي اشترى. انا عايز اعرف بقى الصلاه اللي بتصليه ربنا ليل ونهار ده ما قالكيش ان التجسس والتسلط حرام، ولا ده منظر عاملاه قدامنا؟ منظر بتشتغلينا بيه؟ حقك عليا يا حاج، والله العظيم ما كانش قصدي. انت يا هدى، انت يا هدى، ما تعذبنيش اكتر من كده يا حاج، اكتر ما انا معذبه نفسي. حقك عليا والنبي، توبه توبه من دي، نوبه مش هتتكرر تاني ابدا. ده انت اكتر واحده عارفه ربنا، وده اللي مخلي ليكي مكان عندي. ما انا اخويا ما استحملتش اللي قالته سميحه. قالت ايه بقى سميحه؟ قالت يا اخويا انك هتعملها تاني. هعمل ايه تاني؟ وانا كل ما اكلم واحده تعوقلي. قالت ايه سميحه؟ قالت انك ناوي تعملها تاني وتتجوز. ناوي ايه؟ والله العظيم ده شطار وداخل فجأة علينا، واديني جايبة لك البت سميحة معايا اهي علشان تعتذر لك وتبص على راسك. والبت هودة دي غلبانة، هي البت هودة بتاعت الكلام ده، دي هبلة. والله شطار داخل علينا فجأة. أنا مش طايق خلقة حد فيهم، أوعى. عاجبك كده؟ عاجبك؟ وأنت هتولعي لي في البيت يا هودة؟ هتولعي في البيت يا هدى؟ خليكي معايا هنا وقولي كان بيقول لك ايه؟ يا اختي هو لحق يقول حاجه؟ ما انت دخلتيلي زي القضا المستعجل. قال لك يا اختي انه هيتجوز؟ لا ده انت طلعته خالص. عاجبك كده؟ اهو الفجر بيقدر. اوعي. لا براحتك، انت في بيتك تتصنع تعمل اللي انت عاوزه. لا اله الا الله. انا بقول يا جماعه نروح نصلي الفجر عشان نخرج الشيطان اللي داخل علينا فجاه ده. او النبي يا اخويا داخل علينا فجاه. يلا يا بنتي يلا نخلص نصلي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله، حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظه على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكره يا فواز، مش غالي. طب ما تغيري لنا البتاع ده بقى عشان تصدقني. استنى ونبي يا حبيبي شويه. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقه السحريه. لاصقه ايه يا اختي؟ سحريه يا حبيبي. سحريه؟ وانتي ناقصه سحر يا حبيبتي، ما انتي سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتني؟ شفتها بس بصراحه ما عجبتنيش، البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. انتي بنت ملك محلاوه كده النهارده. يعني انا طول عمري حلوه، بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمه اللي حواليك. سيبك من الزحمه، تعالي قربي. وحشتك؟ قوي. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر اهي. حاضر يا راجل. تعالي بس. بس بقى ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمة دي واحدة من القرشانات اللي بره، عايزين يبوظوا ليلتي. الو هما؟ الو ايوه. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليلة سودة، في ليلة سودة، أنا جاي دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحة. مالها؟ مصيبة. لو النبي يا حاج، يا